طرق برمجية. احنا كأهالي أسرى يعني بعد الخطر اللي صار بداهم أبنائنا داخل السجون الإسرائيلية بعد 30 يوم من الإضراب عن الطعام، لقينا إن ما حد سمع صوتنا سواء المؤسسات الدولية أو السلطة الفلسطينية، فلقينا إنها هاي خطوة ممكن تقدم في موضوع الأسرى من أجل توصيل صوتنا وتوصيل صوت الأسرى المضربين عن الطعام للمؤسسات الدولية. مطالبنا إن لازم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية تتدخل مع سلطات الاحتلال من أجل تلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين، واللي هي مطالب للحياة اليومية مثل تقديم العلاج، مثل الكانتينة، مثل زيارة الأهالي، كلها أشياء بسيطة يعني من حق أي أسير يعني، وهي كمان القوانين بتحكمها والمطالب يعني متفق عليها دوليا، ولكن إسرائيل بتحرمها على الأسرى الفلسطينيين.